اسمي إلي إيليا، عمري 24 سنة، من لبنان. بتطبع من وقت لتاني الأبراج. أنا برج العذراء، مثل ما قلت ببين علي إنسان كتير رايق، وأنا رايق بس كمان من وقت لتاني بنفعل بسرعة. طبق المفضل كل شيء باستا والخبار تورتليني طيبة كتير. هلأ بيضحكوا علي، أنا بعدني لهلأ بحضر كارتون نتورك. ما في وقف حكي، مظبوط بحكي كتير. الحل وقت أكون معصب إنه أسمع موسيقى. وفي عالبحر بكان السفر، ومين متل تلوع وقدي نطر.